السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شباب؟ عادل او اس اي جيمر معكم، عساكم بخير، شو مسوين؟ شلونكم؟ ماينكرافت اخيرا راح نبدا السلسلة اللي في السنجل بلاير او في اللعب الفردي، وباذن الله راح يكون في سلسلة ثانية اللي هي المالتي بلاير او الاونلاين، سلسلة ثانية غير هذه طبعا، لكن هذه راح تكون خاصة للسنجل بلاير او اللعب الفردي، وراح نبدا من الصفر. وبما انه ماينكرافت صارت 1.0 يعني اللعبه الاصليه اللعبه الكامله، ف اللعبه صار فيها نهايه، فان شاء الله انه راح نوصل للنهايه عاد ما ادري متى، مع الجزء 90 100 يمكن، لكن خلينا نبدا ونشوف ان شاء الله شو يصير. كرييت نيو وورلد راح نسميه ليتس بلاي، ونخليه سرفايفل مور وورلد اوبشنز. خلينا نشوف ايش عندهم. ما عندهم شيء هنا، ونسوي كرييت وورلد. بسم الله، خلونا نبدا. طبعا انصح الجميع انه منزلون ماينكرافت اصليه، ما انصح ابدا بالقرصنه، وانا ضد القرصنه بشكل جدا كبير. ورسبونونا وين هذول بالضبط؟ اوكي، وين رسبنا؟ نستنى العالم لين يكمل بس نشوف شو الوضع. ورسبنت في وسط غابه. خلينا نستكشف شوي نشوف شو الوضع هنا. اوكي، في دجاج، اوه في كلب، في كلاب مو كلب بعد. يا ساتر والله شكل الوضع مش بطال هنا. خلونا بس نبدا بالاساسيات، ونختار لنا عشان نختار لنا مكان، نسوي لنا شو اسمه، نسوي لنا اسلحه، وعشان نقدر نسوي لنا اكل وناخذ اكل، ونبدا نحفر وندور لنا اشياء حلوه ومن من هذا القبيل. ماينكرافت، عشاق ماينكرافت، عندي سؤال بسيط لكم، وش رايكم باللعبه بعد ما بعد التحديثات اللي صار فيها، وبعد التحديثات اللي صارت فيها، وهل انتم مع التحديثات هذه، ولا كان ودكم ترجع ماينكرافت، ولا ودك ان تكون ماينكرافت زي ما هي لكن بتعديلات بسيطه، مو ب اوه والله لازم تسوي مدري ايش وتحسن من السلاح حقك. خلونا ناخذ الخشب ونسوي لنا وورك بنش. حلو، انا راح بس راح اخلي الورك بنش هنا، ما راح احطه في مكان، بس خلونا نكتشف العالم شوي. في جبل هناك، احس اني قاعد القلق ما ادري ليش. خلينا نذبح الدجاج، ايش رايكم؟ تعال. اوكي، عشان ناخذ دجاج، ناخذ هذا حقه. طبعا اذا نقزت وطقيت يعطيك كريتيكال هيت، يعني ضربه اقوى. فلو تشوفون النجوم اللي قاعد تطلع، اطلع من تحت الشجره يا شباب. ريش، اوكي مش بطل. خلنا نكتشف العالم نشوف ايش فيه ما فيه قبل عشان نختار مكان نسكن فيه يعني. اوكي، ناخذ الصوف حق خرفان عشان على الاقل نسوي لنا سرير. يا ابو شباب انت متى بتموت؟ بس علمني اذا بتموت اليوم اكون شاكر لك. شكرا لك. حلو انك تطق خروف ب واو، في كهف هناك. طيب هذا متى بيموت هذا؟ بس اعتذر على الهدوء اللي صار، لكن مركز اني اوكي خلاص ثلاثة يكفي. خلنا ننزل هنا نشوف ايش فيه. والله في كهفين هنا، هذا واحد. واو هذا مو بكهف، هذا الشيء اللي يتكلموا عنه في هذا سترونج هولد ظاهر اسمه، على ما اعتقد يعني اسمه كذا، ما متاكد من الاسم بالضبط، لكن قاعد تشوفوني قاعد اشوفها. طيب اوكي كويس. لحظة دقيقة بس،
اوكي رجعنا الحين، ما ادري ايش كان بس تطلع اصوات غريبه في المطبخ، قلت خليني اتاكد ايش الوضع. كويس والله لقينا البتاع هذا هنا قريب مره، خلني بس احط الورك بنش هنا، مسوين له ستيكس عشان يا حبيبي عقل، مسوين له بيكاكس عشان نقدر ناخذ الحلوين هذول، ونسوين لنا من البتاعات الحلوة اللي هي اللي هي راح تسمعون كلمة بتاع وكلمة بلاوي زرقاء والشغلات هذه كثير، فأنا أعتذر يعني لأني أنا ترى فهي كثير في اللعب، وممكن يعني إني أقول أشياء يعني ممكن ما تنفهم، فأنا أعتذر مقدما يعني. فانا اوكي انا اقول لكم شو اسوي بالضبط في ماينكرافت، دائما كل ما بديت يعني سلسله جديده وكل ما بديت يعني العب لحالي احاول اوكي حلو هذه بدايتها، وضعنا كويس كذا. طيب اصبروا شوي، هذا لا بيكسر خلنا نحفر من هنا. ابغى اسالكم سؤال بسيط، يعني في احد منكم يتابع مسلسلات اجنبيه؟ واذا كنتوا تتابعون مسلسلات اجنبيه، يلي تتابعون مسلسلات اجنبيه يعني اكتبوا شو المسلسلات تتابعونها، يعني هل في احد منكم، هذا مو مسلسل طبعا راح اتكلم عنه، في احد منكم يتابع ساوث بارك؟ ساوث بارك قديم افلام كرتون، مين يتذكر قطعه 13 حق اللي كان يجي في رمضان من زمان ذا الكلام؟ مو بشبيه له، هو تقليد اصلا، قطعه 13 تقليد للبتاع هذا لساوث بارك. ف انا من عشاق ساوث بارك، يعني اتابع ساوث بارك بشكل مو طبيعي، وتابعت كل حلقات يعني كل السلسله تقريبا في 3-4 مرات يمكن، فما امل ابدا منها. طيب انا ليش كسرت الورك بنش؟ والله اني دلخ. اوه هذه بدايتها، شوفوا الحلوين اللي قاعدين هناك. يا عيني. طيب انا عندي فكره، خلني نكسر اللي مع، خلينا نشوف. طيب كم باقي؟ وين الشمس؟ ما ادري وين الشمس، المشكله اتوقع انها بتغيب بعد شوي، فخلونا ناخذ الاشياء هذه حلوه، وانا اقول لكم ايش بسوي. ايش رايكم اسوي البيت حقي هنا، اسوي بس بيت مؤقت يعني قصدي. اوه كول كلي، هذا كلي اللي هو نسيت وش اسمه بالعربي، لكن على طاري بالعربي ترى في احتمال كبير انه في انا وواحد من الشباب، كذا واحد من الشباب مو بس اثنين يعني، احنا كذا واحد، واللي يبغى يساعد جالسين نحاول نترجم الويكي او الـ المعلومات اللي تحتاجها في ماينكرافت. والله انا ودي انزل هنا، ودي مره بعد انزل هنا. طبعا اللي قاعد يسال شلون ما قاعد اطيح، ضغط شفت وقاعد امشي، فعشان كذا اي ناويين ترجم الويكي او المعلومات اللي تحتاجها في ماينكرافت، مثلا كيف تبني الشيء هذا، كيف تبني الشيء هذا، سكويدز. اوكي اوه شجر كين في هناك، خلنا ناخذه دائما انه موجودين يعني ونشوفه. شجر كين اللي هو هذا الشيء، السكر، قصب السكر، قصب السكر. طيب في اشياء كثير ناسي كيف اسويها، فممكن تشوفني كذا في نص اللعب واوقف واروح ادور شلون اسويه، فعادي. طبعا كل المعلومات اللي تحتاجها ماينكرافت تحت في الديسكربشن، اتمنى ما تجيني اسئله كيف انزل اللعبه، كيف اسوي الشيء هذا، لان كله موجود تحت في الديسكربشن. خلنا ناخذ انكسر هذا. طبعا لو تلاحظون الاصوات اختلفت يعني، بعد شوي تشوفون اذا سوينا باب. قاعدين نجمع. طيب انا من رايي اصبرون الشمس، انا من رايي نروح نسوي بيت عشان بعد شوي تغيب الشمس وناكل الحلاوه. وش ذي المنطقه اللي كلها بحر؟ وين شكلي ببني بيتي هنا، ببني بيت صغير يعني كهف مو بيت. ايش رايكم، كهف ولا بيت؟ اسويه على جزيره ولا اروح ارض فاضيه اسوي؟ وش ذا المربع اللي في وسط السماء؟ طبعا الهيترز اللي الحين بيجون في المقطع، وش ذا اللعبة الخايسة، معلوميتك فقط، اللعبة باعت اكثر من كول اوف ديوتي ممكن.
قوية شوي، لكن باعت يعني بشكل مرة كبير يعني، وبشكل الناس ما تتخيله. ما ودي ابعد عن مكاني ذاك الحلو، ف راح اسوي البيت هنا خلاص، قررت راح اسوي بيت هنا، او مو بيت، كهف، بكهف، كيف 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 صغير. راح ابدا احفر هنا. طيب اسوي من 3 ولا من 4؟ طيب يبي لي، اصبر شوي، يبي لي اسوي لي، راح اسوي البيت من 3. طيب احتاج الورك بنش اول شيء. وين هاي ستيكس؟ المهم نرجع لموضوع المسلسلات. مين كان يتابع مسلسلات؟ مين اللي يتابع مسلسلات الى الان يعني؟ هل انت من الناس اللي تتابع مسلسلات اجنبيه؟ هل تعشق الشيء هذا او يستهويك الشيء هذا؟ مو تعشق، يستهويك الشيء هذا ولا لا؟ ولا من النوع اللي ما تعجبك الشغلات ولا 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 تستهويك ابدا؟ كويس ان بنينا لا لا اصبر اصبر معليش يا 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 بتاع، اسوي باب. اوكي بعدين ناخذك الحين، ان شاء الله ما يجيني كريبر. الله الله. طيب خلينا نحط الورك بنش عشان نسوي لنا سرير الحين، ونسوي لنا وين الوول. اوكي 1 2 3، 1 2 3، حلو حلو. الحين خلينا نسوي لنا ستيكس. اوكي هذه نستفيد منها، حلو حلو كذا، حلو وضعنا كذا جدا ممتاز. طيب نحط السرير هنا. الحين خلونا نسوي لنا، خلونا نسوي لنا، حلوه هذه، خلونا نسوي لنا فرن عشان نطبخ الدجاج الحلو حقنا. طيب وننام ولا ايش رايك نحفر اول؟ نحفر من هنا، خلينا نحفر، خلينا بس ابعد هالاشياء هذه عشان انا احب ارتب احب ارتب الانفنتوري حقي او ال او شيء هذا يعني هذا الشيء اللي تحت. اغنية سوبرمان هذه على فكرة، يعني اللي ما اللي بيسأل بعد شوي يمكن في الكومنتس اغنية سوبرمان. طيب انا ما ابي اكبر المكان ويصير وضع يرسبنون عندي ذول، ف احتياطا راح احط شمعة هنا، واحتياطا راح اسوي سيف. راح نحتاج السيف انا متأكد يعني، ف ولا تدرون خلينا نسوي شيء هذا الشافل ونسوي سيف. حلو حلو كذا وضعنا ممتاز. خلينا نحط هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، وبرضه يعني يعني مره واحده نسوي لنا الفأس، فأس الفؤوس، وننام وان شاء الله ما يجينا شيء.